بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236 الاس ام اسز على 236، الخط الارضي على 0900936، والخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه، والترددات لكل الناس اللي بتسال عليها هتنزل قدامكم على الشاشه برضو. النهارده حلقه يوم الاربع، يا اما موسميات يا اما بواقي اكل، فقلنا نعمل وصفات بالبطاطس، كبير وصغير بيحبها، وصفات لذيذه كده ومختلفه شويه وان شاء الله هتعجبكم جدا. اول حاجه هنعملها هتكون اكواب البطاطس بالبيض، وصفه لطيفه جدا وخفيفه، غدوه خفيفه، عشوه، فطار، لطيفه جدا. عندي هنا خلينا نتفق بس ان كل البطاطس المسلوقه ومهروسه في الحلقه دي اتعملت بالطريقه اللي هنتفق عليها دي. اول حاجه انا بعمل ليفه مخصصه للخضار، وواحده تانية مخصصه للفاكهه. الليفه دي ما بستخدمهاش في اي حاجه تانية. تنظيف الفاكهه والخضار ما بستخدمش فيهم حاجه خالص غير ميه ورشه ملح، رشه سكر، ومعلقه صغيره من الخل الابيض، كل ده على لتر او لترين من الميه من الحنفيه، مش ميه دافيه. بنقع الحاجه الاول فيها شويه، وبعد كده بجيب الليفه دي وابتدي اغسل كويس جدا او انضف كويس جدا الطينه من على البطاطس، اشطفها، وبعدين اغسل الليفه بتاعتي بالميه كويس جدا، واحطها في ميه سخنه بتغلي فيها خل ابيض علشان اطهرها من اي حاجه ممكن تتنقل بعد كده لحاجه تانية. اسيبها تنشف تماما، لازم اسيبها في حاجه مخرمه تنزل كل ميتها وتنشف. هاخد بقى البطاطس دي هحطها في ميه سخنه بالقشره بتاعتها، واحط فيها شويه ملح. لما تستوي وهي سخنه بقشرها، تستحملوا معلش شويه، وبعدين بهرسها بالهراسه اليدوي. الهراسه الكهرباء تخلي فيه عرق وتمغيطه للبطاطس، وفي ناس كتير بتحاول انها تهرب من الموضوع ده، فالهراسه اليدوي هي الحل. علشان نعمل اكواب البطاطس بالبيض، عندنا 3 كوبايات من البطاطس المسلوقه ومهروسه، 5 بيضات، بصل اخضر مفروم ناعم، ملح وفلفل، جبنه شادر مبشوره، وشويه بقدونس مفرومين. طيب علشان نعمل الوصفه دي ممكن نستخدم البسطرمه، في ناس كتير ما بتحبهاش، ونحط اي كولد كاتس انتوا بتحبوها، سلامي، بيبروني، تركي مدخن. ممكن استبدلها بفراخ او لحمه يكونوا مستويين ومتبقيين عندي، يبقى احنا خدنا كده ايه موسميات مع بواقي. هنعمل ايه بقى؟ الوصفه يعني سهله وبسيطه وسريعه وما فيهاش اي حاجه خالص. هاخد هنا البيض، بسم الله، هديله رشة الملح ورشة الفلفل. الملح قليل لان عندي بسطرمة، ولاني اصلا مملحة البطاطس وقت الايه، وقت السلق. يبقى البيض مع الملح والفلفل، بصل اخضر. مدام نادية يا غالية يا جميلة يا حبيبتي يا أغلى الغاليين، ازاي حضرتك وصحتك وعينيكي؟ الحمد لله يا رب دايما يا حبيبتي، بفضل الله وفضل ونعمة بالله. كل حبايبي والله ونعمة بالله يا حبيبتي، ربنا يديم عليكي نعمة الصحة حبيبتي، الحمد لله رب العالمين، ربنا يديكي شر المرض، اللهم أمين، اللهم أمين، ويشفي كل مريض يا رب، ويشفي كل مريض يا أمين يا رب، أمين. إيه الحلاوة بقى النهاردة دي؟ لما أنا قلت بقى الناس بقى ما سكتتش على الأسود امبارح، فضلوا يبعتوا لي في رسايل، يبعتوا لي في رسايل، لا قلت خلاص بقى مش هلبس اسود. لا بصراحه انا ما بحبش اللبس الاسود. الله يخليك يا مدام، بتشائم منه صراحه، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه لاي حد يا رب، تلبسيه على غالي، اللهم امين. انت قمر كده في حبيبتي، عينيكي اللي حلوه، عينيكي اللي حلوه، الشعر اللي مرفوع ده جميل حبيبتي يا مدام ناديه. وسيبك بقى كل ده والاكلات المتنوعه والمعلومات، اهو بنحاول، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. اللهم امين، اللهم امين، ما تحرمش من سماع صوتك يا حبيبتي،
ومدام ناديه معانا على التليفون. اخذنا البيض الاول مع الملح والفلفل وضربناهم، وبعد كده رحنا منزلين عليهم شويه بصل اخضر و انا حاسه ان انا شغاله في حاجه غير الحاجه، صح؟ طب حد يا جماعه يديني كلاكس كده. يلا معلش. طب انت حطيتي صح؟ برافو يا اميره والله. يلا بينا. معلش يا جماعه انا اسفه جدا، ده كب كيك البطاطس مش بان كيك البطاطس، انا بعتذر سامحوني. عملنا ايه؟ هنزود بيض بقى. انا ايه اللي خلاني اخدت بالي عدد البيض؟ قلت لا في حاجه مش مظبوطه. معلش سامحوني يا جماعه، انا اسفه، دي غلطه من عندي انا الصراحه، بعتذر. هننزل لكم دلوقتي المقدار مظبوط على الشاشه، وده الوصفه بتاعه كب كيك البطاطس. بما انهم كلهم بطاطس وشبه بعض فالامور دخلت عندي على بعضها، سامحوني. خدنا البيض مع الملح والفلفل وضربناهم كويس جدا الاول، نزلنا عليهم بصل اخضر وبقدونس ضربناهم مع بعض، نزلنا عليهم البسطرمه ضربناهم مع بعض، هننزل الجبنه، البطاطس المسلوقه والمهروسه، معلش حصل خير اهو، وبعدين نقلب. وده كب كيك البطاطس اهي، كلها بطاطس مع بعضيها، ما يجراش حاجه معلش اهو. ونبتدي، عايزه الامور تختلط مع بعضها كويس قوي، ويفضل ان البطاطس تكون دافيه مش سخنه عشان ما تبوظليش البيض، وفي نفس الوقت مش بارده قوي فتبقى جامده ومعرفش اخلطها مع باقي المكونات. نراجع تاني علشان ما حدش يحصل له اي لخبطه. كب كيك البطاطس، كب كيك البطاطس، بيضتين، 2 كوب بطاطس مسلوقه ومهروسه، كوب جبنه تشيدر مبشوره ناعم، شويه بصل اخضر مفرومين، بسطرمه قطعناها صغير، ملح وفلفل، وبعدين هاخد الصينيه بتاعه الكب كيك، حطيت فيها الورق، هديله رشه زيت. يا مشيره، مدام مشيره، اميره حبيبتي، يا مدام مشيره حبيبتي. اميره ازيك يا حبيبتي؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام، نشكر ربنا. انت ازاي؟ يا رب دايما الحمد لله والله. منوره بالاورنج يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي، عينيكي اللي حلوه منوره صدقيني. ايه الحلويات دي؟ تسلمي لي يا حبيبتي، الله يسعدك يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي. اموري يا مدام مشيره، اموري يا حبيبه قلبي. بصي يا حبيبتي، انا بعمل الزبادي كتير قوي، بيطلع حلو ومتماسك جدا. الحمد لله. عملته كان سايد شويه، يعني من فوق جامد لكن الكوبايه نفسها من جوه الزبادي سايح، ده كان ايه السبب بقى؟ طيب نمشي بس كده بالخطوات والمقادير مع بعض. ماشي. نراجع. اوكي. عملنا ايه؟ عملت كيلو اللبن. لبن غليته. لبن علب ولا لبن؟ لا لا لا، لبن حليب. حلو. غليته. وبعدين وبعدين لما برد شويه، برد حبه كتيره يعني، حطيت عليه كوبايه الزبادي وقلبتها كويس فيه، كويس قوي قوي. وبعدين حطيت في الكوبايات، وكنت مسخنه الفرن. حلو. وحطيت فيه ميه سخنه من تحت ودخلته الفرن. حلو جدا. بس طيب قعدت 4 5 ساعات، انا كل مره بيقعد معايا 4 5 ساعات زي الفل، مش عارفه المره دي ايه. طيب اسال بس سؤال وبعدين اقول لحضرتك ايه المشكله. اتفضل. دلوقتي اللبن لما حضرتك سبتيه يبرد كان بارد خالص ولا كان دافي؟ لا كان بارد خالص المره دي، بارد بس قوي. هو ده السبب يا مدام مشيره، لازم اللبن يبقى دافي، لازم اللبن يبقى دافي عشان الخميره تشتغل. تمام؟ تمام. الخميره اللي تمام. هي جوه الزبادي يعني، لازم تبقى اللبن دافي عشان تشتغل، فاللبن لازم يبقى دافي، وممكن في الشتاء ياخد وقت من حضرتك اطول من الصيف. لانه في الشتاء ممكن يقعد لـ 8 ساعات، يعني من بالليل للصبح كده حضرتك تحطيه، تدفي الفرن وتطفيه، وتحطي ميه سخنه بتغلي في صينيه، وتقفلي عليهم الفرن وتسيبيهم للصبح، لان طبعا الجو وهو شتاء بياخد وقت اطول. يبقى حاجتين، هنطول المده في الشتاء شويه، والحاجه الثانيه ان احنا لازم اللبن يبقى دافي، ما ينفعش يبقى في درجه حراره الغرفه او ساقع. هنا بقى حطينا الكب كيك،
حطينا على وشه شوية صغيرين جدا من الجبنة، هندخله الفرن درجة حرارة 180، هياخد حوالي 10 دقايق وهنطلعه. هنطلع بقى احنا فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. اول حاجة عملناها مع بعض كانت كب كيك البطاطس، دلوقتي هنعمل اكواب البطاطس اللي هي نفس الفكرة تقريبا، بس شوية مختلفة، شوية مختلفة في الطريقة يعني، بس بسيط جدا. هعمل ايه بقى؟ عندي هنا ووك انا مسخناها، هاخد معلقة زبدة سخنتها انا في الفاصل، هاخد معلقة زبدة هنا، هحط بصل اخضر، هيطلع طعمها مختلف عشان الطريقة. تانية فيها بسطرمة، دي ما فيهاش. وحطينا مع الزبدة البصل الاخضر والبقدونس، ممكن يبقى شبت، ممكن يبقى كزبرة، ممكن يبقى سبانخ، ممكن يبقى سلق، يعني ممكن يبقى حاجات كتير، ملح وفلفل، واقلب وهرفع من على النار. الطريقة متقاربة جدا، ده اللي خلاني حتى اتلخبطت في السيجمنت اللي فات، بس الطعم مختلف. هاخد طالما جينا هنا نبص على الفرن، ايه رأيكم بس نجيب حاجة نمسك بيها معلش عشان هيبقى سخنة قوي. بصوا الجمال، بصوا الجمال، رائع. ادي كب كيك البطاطس، جواه الجبنة، جواه البسطرمة، لطيف 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 يا جماعة. لانش بوكس ماشي حاله، رايحين التمرين بسرعة كده هوت، وعايزين ناكل حاجة سريعة في العربية، يتاكل بارد ويتاكل سخن. ممكن تسخنوه في المايكروويف 30 ثانية، عشوة لطيفة، فطار لطيف قوي في ايد الولاد وهم نازلين الصبح في الطريق للمدرسة، يعني لطيف حقيقي. وتقدروا طبعا تستبدلوا البسطرمة بأي حاجة انتوا بتحبوها. نيجي بقى هنا هناخد، نبص كده على اللايف بتاعنا، ايه رأيكم؟ زهرة جودي تهبلي شكلك لما لميتي شعرك، ما شاء الله عليكي، ربنا يحفظك. انا ام جودي من ليبيا، سلامي لكل اهل ليبيا وسلامي ليكي، عينيكي اللي حلوة يا حبيبتي. انا بنت منورة، ده بنورك. مريم عايزة طريقة الكيك يا اميرة بعد اذنك. ريهام، أميرة بحبك جدا، ابقي عيدي المقادير كذا مرة زي ما كنتي بتعملي، أنا حبيت المطبخ والأكل وبقيت أستاذة فيه منك أنتي وتعلمت كتير منك. أولا شكرا جدا جدا ليكي، وحاضر نعيد أكتر من مرة مفيش مشكلة خالص. زيزو، شكرا جزيلا. أستاذ كريم شكرا جدا. سوسو، بشكرك جدا جدا، ربنا يخليكي. سامية وكريمه بشكركم جدا، بتقولي كريمه بتقول شكلها بيجنن الكب كيك البطاطس، شكلها حلو جدا وطعمها حلو وريحتها تحفه. مدام روحيه، هيا اميره حبيبتي، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا مدام روحيه حبيبتي؟ حبيبتي اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله، نشكر ربنا، الف حمد والف شكر. اشكرك يا اميره، انا بشكرك. على ايه بس؟ على ايه؟ على ايه؟ الكيكه برضه انا عملتها طلعت جميله وعجبت جوزي. الف هنه، ربنا يسعدكم وتسلم ايديكي وتعيشي وتعملي. تسلم ايديكي انت وتعليمك يا حبيبتي، ربنا يخليكي لينا. احنا بنتعلم منكم يا مدام روحيه، الله يسعدك وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. تعيش يا اميره، ربنا يخليكي. حبيبتي يا مدام روحيه تسلمي لي وما تحرمش من سماع صوتك. ومدام روحيه معانا على التليفون، اخذنا البيض، اخذنا معاه الملح والفلفل، هننزل عليهم البطاطس، اساس الايه؟ الاكواب واساس الكب كيك برضو اللي عملناه. ودي اكواب البطاطس بالبيض اللي معاكم على الشاشه.
هخلطهم كويس قوي قوي مع بعض، مش عايزة أي كلكعة يعني بظهر المعلقة كده، بفك لو في أي قطع من البطاطس سقعت فبدأت إيه تجمد شوية أنا بفكها، وزي ما قلت لكم لو البطاطس دافية هتبقى ألطف كتير. حلو، هعمل إيه دلوقتي؟ بالسبراي بتاع الزيت، وزي ما قلت لكم أي سبراي عندكم، أي بخاخة عندكم في البيت نظيفة جديدة تغسلوها وتنشفوها وتستخدموها للزيت، ودول بيتباعوا في السوبر ماركت لو انتوا حابين. رشة كده بسيطة، وبعدين احط البطاطس كده، المقادير متقاربة جدا زي ما بقول لكم، لكن الطعم شوية مختلف. وبعدين اجيب معلقه تانية واقوم جايه في النص بالمعلقه انزل المقدار اللي احنا سويناه على النار. بصوا ازاي بظهر المعلقه اهو كده، بظهر المعلقه في النص. عايزين بقى تحطوا الجبنه على الوش ماشي، عايزين تدخلوها مع البطاطس جوه البطاطس تعجنوها معاها ماشي، مش عايزين تحطوا جبنه خالص اوكي. الخضار اللي احنا عملناه ده ممكن يبقى زي ما قلت لكم سبانخ او سلق، بيدي طعم حلو قوي وريحه فظيعه. وانا هحط شويه من الجبنه بس على الاطراف مش في النص يا الاء الاء، ولو مش واثقين في الصينيه بتاعتكم ممكن تحطوا ورق كب كيك. يا الاء آلاء يا آلاء، واضح ان آلاء التليفون قطع او حاجه، تكلمنا تاني. يا نرمين. يا اميره اهلا اهلا. قلبي عامله ايه؟ انت اللي قلبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله حلو. طنط عامله ايه؟ حلو تمام الحمد لله، بسلم عليكي كتير. سلمي عليها كتير، المذاكره والشغل ايه الاخبار؟ تمام كله ماشي؟ كله حلو الحمد لله. تسلمي ايدك على كل حاجه بتقدميها حبيبتي. تسلمي لي يا روحي. ينفع اقدم اهداء؟ طبعا يا نهار ابيض حبيبه قلبي يا اميره. بقول لعمو ايمن كل سنه وانت طيب ومناسبه عيد ميلاده النهارده. كل سنه وهو طيب وعقبال مليون سنه يا رب. نورتيني يا نرمين. هنضف مكاني وهدخل الصينيه الفرن درجه حراره 180 لمده 10 دقائق بس بعد ما انضف الاطراف، علشان اعرف اشيل بعد كده الاكواب دي من الصينيه من غير ما الحاجات تكون محروقه من حواليها وتغلبني، وهتغلبني كمان في التنظيف، والريحه والطعم هيبقوا شويه فيهم حاجه محروقه حاجه شايطه، مش عايزه كده خالص. فناخد راحتنا في الرص وبعدين ايه نظبط الدنيا. تمام قوي. هنضف ترابيزتي بما اني واقفه هنا بدل ما اروح واجي، واخد بقى الاكواب ادخلها الفرن وارجع تاني اشوف التعليقات اللي عندنا على الفيسبوك. نرجع تاني نقول طول ما احنا واقفين في المطبخ معانا بخاخة فيها مية سخنة، محطوط فيها بيكربونات الصوديوم، محطوط فيها خل، محطوط فيها ملح، وفوطة مبلولة نظيفة، وطول ما أنا واقفة حاجة وقعت، حاجة اتدلقت، حاجة دهننت، بعمل بالبخاخة وبقوم واخدة بالفوطة مسحة، فأفضل طول ما أنا واقفة واقفة في مكان نظيف. يا رؤية. ألو. ايه يا رؤيا الاسم الحلو ده؟ ده من ذوق حضرتك. حبيبتي اموريني يا رؤيا. لا بس انا كنت بتصل عشان اسلم حضرتك. حبيبه بقى. قلبي يا رؤيا. شكرا جدا. بيكلميني كتير. حاضر. شكرا يا رؤيا. مدام نادية. انا من المعجبين بكي وبأدائك الرائع ودايما متابعاكي وانفذ كل وصفاتك الروعه، بشكرك جدا جدا يا مدام ناديه. هولي عايزه طريقه الانشيلادا وكيكه الشاموا، نعملهم مره حاضر من عيني. مريم، مريم من لبنان.
باجي على عيني لبنان، والله انا بحبها جدا وان شاء الله باجي قريب. الاء من العراق، انا كمان بحبك جدا جدا، وسلامي لكل اهل العراق. ام كريم اشكرك جدا. مراسي بتقول لي ما يبلى الاورنج، تسلمي لي يا حبيبتي. يا مدام نرجس حبيبتي يا اميره، لا عندك غياب بقى، قولي لي كنت فين. يا حبيبتي انت وحشتيني، اعترفي على نفسك بسرعه. حبيبتي ولا معلش يا اميره، انا كنت تعبانه. انت بصي انا متابعاكي بس وحشتيني قوي، وحشني ان انا اكلمك يا اميره. حبيبتي الف سلام عليكي، وربنا يشفيكي ويعافيكي. الله يسلمك، ودايما متالقه ودايما جميله حبيبتي، وربنا يبارك لك في ولادك وفي حياتك وفي شغلك يا اميره. امين يا رب العالمين. وسلام للكاست كله اللي عندي، واشكر الانسه اللي ردت عليا، واشكر على تسلمين. وربنا ما يحرمناش من وقفتك وتعمل لنا كل حاجه حلوه، ولا يحرمني منكم ولا من دعواتكم ولا من متابعتكم يا رب، كتر الف خيرك. حاضر يلا بينا هنطلع فاصل ونرجع. عندنا ايه بعد كده بقى؟ عشان ايه انا مش عايزه اتلخبط الوصفات مع بعض. عندنا بانكيك البطاطس، استنونا. اهلا بيكوا بعد الفاصل. طيب مراسي بتقولي شعرك مرفوع اجمل، عينيكي هي الجميله. فاديه لاف يو فروم لبنان، لاف يو تو، وسلامي لكل اهل لبنان طبعا. لالي احلى شيف بالكون، استسلمي لي يا قلبي. هدى انت اللي منوره. ام كريم عاوزه طريقه عمل الزيتون عشان رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. حاضر. ممكن تنزلوا لنا طريقه الزيتون يا مرمر، و يا مدام روحيه. زينب اللي معانا النهارده على التليفونات، مش حنان، والاثنين ما يتخيروش عن بعض. مي السلام عليكم يا احلى اميره في الدنيا دي كلها واكتر، تسلمي لي يا رب والله. شكرا 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 على كلامك الجميل، اشكرك. وفي رساله ثانيه هقراها حالا، لانك انت بعته اهداء لحد، هرجع لك حالا بس عشان ايه افتكرت الفرن. بصوا بقى شايفين الجمال، برضو وصفة سهلة سريعة لذيذة مغذية ولطيفة قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده. مي بقى بتقول لي قولي اسمي في البرنامج. قلت اسمك في البرنامج يا حبيبتي، اسمها مها مش مي، اسمها مها، وبنت عمتها اسمها مها برضو، وبتبعت لها تهنئة علشان عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة يا رب. تولين المغربي ولا المغربي، بحبك بحبك، أنا كمان بحبك جدا. أم عبادة عايزة كيكة الإسفنجية يا مرمر لو سمحتي. يا رحمة ألو، عاملة إيه؟ الحمد لله. أمور يا رحمة. بس يا وانا كنت ماشية مع حضرتك بالمزبوط بس اتلخبطت. يلا قولي، معلش قولي قولي وانا اقولك. انا كنت ماشيه معاكي صح جدا في الاول وبعدين اتلخبطت. طيب عايزه وصفه ايه وانا اعيدها لك تاني من غير لخبطه؟ البطاطس اللي حضرتك عملتيها في الاول، اول واحده خالص. ايوه حاضر، عينيا ليكي حق تتلخبطي، دي غلطه من عندي انا، معلش سامحيني وبعدها لك تاني. ممكن تنزلوا لنا مقادير كب كيك البطاطس بالراحه خالص يا رحمه. بيضتين هتقلبيهم في البولة، عليهم ملح وفلفل، هتنزلي عليهم شرايح من البسطرمة، وهتنزلي عليهم بصل أخضر متقطع رفيع خالص، هتقلبيهم كويس قوي قوي، وبعدين هتنزلي عليهم شوية جبنة شادر وبطاطس مسلوقة أو مهروسة، والمقادير هتنزل قدامك على الشاشة دلوقتي. قلبتيهم كويس قوي مع بعض، هتحطيهم في الصينية بتاعة الكب كيك وجواها الورق بتاع الكب كيك، وبعدين هتحطي على وش كل شويه بقى شويه شويه شويه، وبعدين على الوش تحطي شويه جبنه، هتدخليها فرن حامي على 180 فوق وتحت شغال لمده 10 دقائق، هتطلعيها هتبقى بالشكل اللي قدامك ده وهتعجبك جدا يا رحمه. عشان نعمل البان كيك محتاجين 4 كوبايات من البطاطس المهروسة، 1/4 كوباية من البسطرمة المفرومة، ملح وفلفل، كمون، بابريكا، بصل بودرة وثوم بودرة، بيضتين، 1/4 كوباية جبنة شادر أحمر مبشور، زبدة، بصل أخضر مفروم،
وشبت مفروم. دي مقادير البانكيك اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. هاخد البيض، هاخد معاه ملح، فلفل اسود، بابريكا، ثوم بودرة، بصل بودرة، كمون، بصل أخضر، شبت، بسطرمة مفرومة رفيع، ممكن تستبدلوها بأي حاجة تانية انتوا بتاكلوها أو بتحبوها، حتى السموكت سالمون في الوصفة دي يبقى لطيف جدا، جبنة مبشورة، بطاطس مسلوقة ومهروسة، وهحط بقى الطاسة تسخن على النار يا مدام وفاء. أميرة، مدام وفاء ازاي حضرتك؟ الحمد لله فيك. أموريني. عايزة فكرة لقرع عسل أو وبطاطا بس من غير سكر أو عسل أو زبدة، بس ممكن جوز هند والكوكونات نفسه. طب هو حضرتك معلش ثانية واحدة خليكي معايا يا مدام وفاء، هو حضرتك عايزاها حلو ولا حادق الأول؟ حلو بس من غير سكر أو عسل؟ من غير عسل، من غير يعني مفيش أي سكريات، مفيش سكريات ومفيش زبدة أوكي. ممكن حضرتك قلتيلي جوز هند وممكن زبيب، صح كده؟ طيب حاضر من عيني. هتجيبيهم بقى يا مدام وفاء وتشويهم، ما تسلقيهمش. الشوي هيكرمل ويظهر السكر اللي جوه البطاطا والقرع، السلق بينزل منه، يبقى احنا بقى مش عايزين نضيف لا سكر ولا عسل، يبقى هنشويهم. يبقى حضرتك هتجيبي البطاطا وتقشريها وتعمليها شرايح وتحطيها على صاج عليه ورق زبده، نفس الكلام للقرع، هتنضفيه كويس من جوه، هتقشريه، هتحطيه قطع وتحطيه على صاج، ده على صاج وده على صاج عشان تسويتهم مش واحده. هتدخليهم الفرن لحد ما يستووا، وهتلاقي طبقه مكرمله على الوش، ده سكر البطاطا والقرع اللي احنا عايزينه. هتاخديهم، عايزه تحطيهم على بعض اوكي، عايزه تحطي كل حاجه لوحدها ماشي. هتحطي المكسرات اللي حضرتك عايزاها، من جوز هند، من زبيب، من اي حاجه تانيه، هتحطي رشه قرفه عشان النكهه، وهتحطي ممكن لبن جوز هند او كريمه جوز هند خفيف قوي بدل الزبده، ويفضل كريمه جوز الهند. هتجيبي العلبه تحطيها في الثلاجه، واول ما طالعيها من الثلاجه ترجيها جامد قوي، هتديكي زي كريم شانتيه كده، تحطيه على الوش، وممكن تاكليهم صحاح او تهرسيهم الاول قبل ما تحطي الفاكهه والقرفه والكريمه على الوش. وجربي الوصفه وقولي لنا طلعت ايه. حطينا يا حبايبي الطاسه على النار، وخلطنا هنا البانكيك كويس قوي مع بعضه يا ايمان. هلبس جلوفز عشان عايزه ابتدي اشكل البانكيك. ايمان يا ايمان يا ايمان. طيب كلميني تاني يا ايمان. اوكي هنا خلاص خلصنا مها. عايزين الكيكه الاسفنجيه مرمر بعد اذنك، والمخلل يا سلام عليكي، شكرا. ايمي اي لاف يو تو يا حبيبه قلبي. زهره، زهره بتقول لك يا مدام روحيه انها بتحبك جدا وبتحب تسمع صوتك وبتبعت لك تحياتها. السلام عليكم. دي نيمة، تسلمي لي يا حبيبتي. شيماء، منورة يا أميرة، كنت عايزة أعرف طريقة حلوة للفراخ البيتة. نوع الفراخ إيه؟
يفرق. يعني مثلا لو عندي فراخ مسلوقه بايته اقدر اعمل منها فتت فراخ تطلع تحفه، لو عندي فراخ مشويه اقدر اعمل منها سلطه فراخ تطلع تحفه، لو عندي فراخ بانيه اقدر اعمل لها الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض من كام يوم دي بتطلع تحفه. حسب انا عايزه اعمل انا عندي الفراخ نوعها ايه البيت. هاخد بقى كده اشكل طريه، مش عايزه احط لها دقيق، انا عايزاها طريه كده اهو، شايفين تشكل بمنتهى السهوله ما فيهاش اي مشكله اهو، واقوم حطها هنا في الطاسة اللي انا دهنتها زبدة، واصلا طاسة سخنة وما بتلزقش غير قابلة للالتصاق، عليها مادة تخليها ما تلزقش. ممكن بعد ما تعملوا الكفتات دي تشيلوها في الفريزر، ممكن تدخلوا لها فراخ بيتة بدل البسطرمة، ممكن تدخلوا لها تونة تبقى لطيفة قوي، سموكت سالمون يبقى لطيف جدا جدا، بواقي سالمون سالمون مشوي يبقى لطيف جدا. طبعا انتوا عارفين البدائل عندي لا نهائية، واستخدام البواقي برضو لا نهائي اهو. ننزل كده استغلال البواقي يا جماعة حقيقي. شكرا الزيتون المخلل معاكم على الشاشة، شكرا يا شباب تعبناكم. بيوفر قد ايه مش هتصدقوا، يعني بيوفر في البيوت حقيقي بيوفر، لان احنا بنعمل حسابنا في الكميات وكل حاجه، بس الا اذا برضو لازم يعني ايه صدر فرخه يفضل هنا مع كوبايه رز تفضل هناك، فبيوفر حقيقي. يعني والكيكة الإسفنجية كمان معاكوا على الشاشة، أشكرك جدا يا مرمر وأشكر كل الناس اللي في الكنترول، بارك الله فيكم. ناخد بقى سباتلا ونبتدي نشوف إيه الأخبار هنا. لازم تكون عريضة كده عشان أخد الموضوع إيه مرة واحدة عشان ما فرفتهاش لأنها طرية. هحط لها كمان شوية زبدة تاني. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقية وصفاتنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب هنا بقى سوسو عايزة طريقة عجينة البيتزا، كيلو دقيق عليه رشة ملح، الاضافة بتاعة البرنامج توم بودرة وبصل بودرة وزعتر، وبعدين هنحط معلقتين كبار خميرة فورية، معلقتين كبار سكر، 3 معالق كبار زيت زيتون، 600 ملي من المية الدافية، نعجن لحد ما تتجانس خالص، نلفها بمعلقة من الزيت، نحط بلاستيك، نحط فوطة، وبعدين هنكون شغلنا الفرن وطفيناه وحطينا تحت صينية فيها مية كنا غليناها قبل كده، هندخل العجينة تخمر جوه الفرن. مي بتقولي سلميلي على مدام يسر ومدام روحية ومدام نادية، وألف ألف سلامة على مدام نادية، وصل سلامك أستاذ ضياء بشكرك جدا. ألاء بتقولي الكب كيك شكله حلو جدا وعايزة طريقة سيزلينج الدجاج، ما عملتهاش قبل كده لكن أعملها لك من عيني. مي بشكرك جدا، موكا بشكرك قوي قوي، فاطمة ممكن تقولي بحبك يا فاطمة، بحبك يا فطومة، وتعملي تهنئة لأمي ربنا يخليها ليا وأخويا ربنا يخليه، ربنا يخليهم ليا، ربنا يخليكي ليهم ويخليهم ليكي يا حبيبة قلبي. من المغرب from Morocco I watch you every day إيمي، شكرا يا إيمي وسلامي لكل أهل المغرب حبايبي هناك. يلا عيش بقى، عيش البطاطس او خبز البطاطس هيعجبكم جدا، حلو قوي فعلا. ربع كوبايه من الميه الدافيه، معلقه كبيره خميره، كوبايه ميه مغليه هتبقى دافيه برضو مش مغليه الصراحه، خليها دافيه احسن يا شباب. معلقتين كبار من الزبده، معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الملح،
2 كوب بطاطس مهروسة، 5 كوب دقيق أبيض. خلوا بالكم أن المقادير كلها تبقى موزونة بنفس الكوب. هنا عندي كوباية مية، نتأكد بس أنها كوباية. بصوا المعيارات دي ما تبصوش عليها من فوق، أنا باين لي كده من فوق أن هي كوباية، لازم ترفعوها وتخلوها على مستوى عينكو، مستوى نظركو، علشان طلعت أقل، فلازم تخلوا بالكم من المعلومة دي أما تيجوا توزنوا حاجة، لازم ترفعوها لمستوى النظر بتاعكم. كده هي كوباية مية دافية. نعمل ايه عشان نختبر الخميرة؟ بنحط السكر على مية دافية مش سخنة، وبنحط الخميرة، بنقلبهم، بنسيبهم لمدة 10 دقايق. لو الخميرة اشتغلت هتعملي فقاقيع هواء اكنها صابون كده رغاوي على الوش، لو لأ هبقى خسرت معلقة السكر وكوباية المية، بس ما خسرتش المقدار كله. تمام؟ بيكنج باودر وبيكنج صودا بنختبرهم مع مية وفيها خل. لو فاروا تبقى شغالة، لو ما فارتش تبقى مش شغالة. اهو تمام؟ تمام. هعمل ايه بقى هنا؟ هحط الزبدة. لا سايحة والله، ما فاكرها عايزة بوتاجاز. هاخد الزبدة في درجة حرارة الغرفة مع البطاطس هنا. أعجن، رشة الملح، العجن مستمر، اختلطوا، اخد الدقيق. بصوا الخميرة شغالة ازاي، مع ان لسه العشر دقايق طبعا ما عدوش خالص، يعني بعد 10 دقايق هتلاقوها اكنها فارت كده، يبقى خميرتي شغالة. اخد عجن، عندكم عجان عايزين تستخدموه ماشي، ما عندكوش خلاص. هننزل كوباية المية، ربع كوباية، انا استخدمت كده كوباية مية، ربع الكوباية الاولانية علشان الخميرة والسكر. يا جماعة لو ممكن يا اميرة تحطي كوباية وربع مع بعض في المقدار بس عشان الناس ما تتلخبطش، هي كوباية وربع مية دافية احنا قاسمينهم عشان الخميرة، فعشان بس هم ما يتلخبطوش. وابتدي اخد بقى بقيه الدقيق ده بالتدريج. مين يا استاذ طارق معانا؟ بالتدريج بقيه الدقيق يا حبايبي، لانها ممكن ما تاخدش الدقيق كله. يا حنين. الو، ازيك؟ بحب حضرتك قوي. انا كمان بحبك جدا حضرتك، كل الصفات الجميله. تسلمي لي يا حبيبتي، انت اللي جميله. واموري، عايز تسالي على ايه؟ طريقة البرجر اللحمة المفرومة اللي بتحط لها قد ايه فول صويا؟ البرجر بيتحط له ربع كميته فول صويا، يعني لو انت معاكي كيلو ها هيبقى ربع كيلو فول صويا. تمام كده؟ تسلمي لي يا حبيبتي. عجننا، يبقى استخدمنا كوباية وربع من المية الدافية على الخميرة والسكر، عجننا بيهم الأول وبعدين بدأنا ننزل الدقيق واحدة واحدة. كمية المية هتفرق في كمية الدقيق، نوع البطاطس هيفرق في كمية الدقيق، فالتدريج حلو. هاخد بقى صينية بأي شكل انتوا عايزينه، احنا عملناها عيش توست فاستخدمنا انجلش كيك مولد. هناخد هنا رشة من الزيت، اعفرها برشة من الدقيق الابيض، هاخد شوية دقيق هنا. سيبنا طبعا العجينة اللي احنا عجناها تخمر لانها فيها خميرة. هاخد العجينة عندي هنا على الكاونتر، رشة دقيق من تحت ورشة دقيق من فوق، وبعدين ابتدي الف العيش على بعضه عشان اعمل القفلة اللي هنا بتاعة العيش اللي هي هتبقى من تحت. اهو شايفينها يا ندى. الو ندى، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ بصي يا طنط، انا اموري طالبه منك طلب صغنن. لا اموري طلب كبير كمان، قولي. هو حضرتك ما عملتيش اخطبوط ليه؟ ما عملتش اخطبوط قبل كده ولا مره، عندك حق. عايزه تعملي اخطبوط؟ عيني. هو برضه الشيف زوزو، الشيف زينب اللي هي بالصحه والراحه عملته، كان عاجبني جدا وماما جربته وطلع عجبني. طيب ما خلاص، طب ما زوزو عملته وانت جربتيه وطلع حلو، خلاص بقى هعملهولك. حاضر، من عينيا، انا وزوزو واحد، ونعملهولك برضو تاني ما يهمكيش يا ندى. عينيا يا حبيبتي.
اكيد طبعا زوزو عملته حلو جدا، وكويس ان انت جربتيه وطلع حلو، ونعمله مره ثانيه مفيش اي مشكله. هناخد بقى العيش قفلناه من تحت تمام علشان ما يفتحش مني الرغيف وهو ايه في الفرن. حطيته في الصينيه هسيبه يخمر مره تانية. العيش بيخمر مرتين يا حبايبي. بعد كده هدخله فرن حامي. العيش بيتخبز على فرن حامي 200-220، محقق درجه الحراره من قبل ما ادخل صينيه العيش. وبعد كده العيش اول ما يخرج من الفرن لازم اغطيه بفوطه مطبخ نظيفه ومش مبلوله، وبعدين لازم اكيسه او احطه في علبه محكمه الغلق والا هينشف. ومتشكرين منكم انتوا كمان يا حبايبي. ادي العيش اللي بالبطاطس. حلقتنا النهارده كانت حلقه عن البطاطس يوم الاربعاء، يا اما موسميات يا اما بواقي. النهارده كانت البطاطس. عملنا من البطاطس البان كيك، عملنا منه الكب كيك، عملنا منه العيش، وكمان عملنا منه الاكواب. بتمنى تكون كل الوصفات والافكار عجبتكم، واكيد بتمنى متابعتكم يوميا من 4 ل 5 على الهواء، اعاده 10:30 بالليل. استنونا.